إذا أنت وأنت من مشاركي ماراثون الدوحة 2023، من غير ما ندخلكم في وايد تفاصيل، عندنا لكم نصايح من الآخر. أنا عبدالله الكعبي، وأنا أخوكم معتز برشم، وهذا ماراثونكم قرب برعاية أريدو. أي حد يفكر إنه يشارك في الماراثون لازم يتذكر دائما الإحماء والراحة، الوارم أب والكول داون، شيئين مرتبطين ارتباط قوي باليوم اللي تفكرون تمرنون فيه، وهو حائط الصد للإصابات والسبيل الأمثل للاستفادة القصوى من التمرين أو السباق. تسخين اختراع عجيب يجهز العقل والرئة والعضلات بشكل تدريجي، لازم تسخنون حتى لو 5 دقائق، يعني تمارين خفيفة تخلي جسمك يفك تخليه لوز. وللعلم تقدرون تسوون تسخين خاص، تمارين دريلز، لفة بالسيكل، أو ركبوا درج. أول ما تخلص تمرينك أو حتى خلص من السباق سوون كول داون. أنصحكم قبل ما تشطبون خذوا لكم 5 إلى 10 دقائق جري أو مشي خفيف. مشي الراحة ذي يرد قلبك ورأتك لوضعها الطبيعي بشكل تدريجي. وتذكروا دائما الإحماء والراحة، الوارم أب والكول داون. إن شاء الله تحدي موفق. سلام.